جبل نبو أقيمت عليه أماكن للعبادة والتنسك في فترات تاريخية مختلفة، كان بعضها وثنيا وبعضها الآخر مسيحيا. ومن أبرز معالمه دير قديم عثر فيه على لوحات فسيفسائية تروي تاريخ المنطقة. كانت نتيجة الكشف والحفريات الكشف عن المزيد من الأرضيات الفسيفسائية، والتي أشهرها الأرضية الفسيفسائية التي على اليسار، والتي تمثل تطور الحياة وتطور وسائل الزراعة والصناعة وسائل المعيشة في الحياة في ذلك العصر. خارج هذا البناء وعلى سفح الجبل هناك منطقة تسمى عيون موسى، يقال إنها العيون التي تفجرت لموسى وقومه. هذا الموقع يمتاز بميزة أخرى إضافة إلى ذلك، أن هناك منطقة بالأسفل في الوادي هناك تسمى عيون موسى، ينسبها الناس إلى سيدنا موسى، حيث ضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا، ولا زالت العيون قائمة تنبع بالمياه حتى يومنا هذا. منطقة العيون تقع بالأسفل في قعر ذلك الوادي قرب أشجار الكينة. والاعتقاد السائد هنا أن موسى عليه السلام توفي ودفن على هذا الجبل ولم يتمكن من دخول فلسطين، ولكن لا يوجد له قبر هنا، ولذلك تجيء رواية أخرى وشاهد مختلف. ففي الجهة المقابلة إلى الغرب وعلى أطراف وادي الأردن هناك مقام مشهور للنبي موسى عليه السلام، إلا أن وجوده تحت الاحتلال الإسرائيلي يفرض أن يتوجه إليه فريق آخر من الجانب الفلسطيني. على جانب الطريق وبالقرب من منطقة تسمى الخان الأحمر، مجمع كبير من المباني التاريخية أشبه ما يكون بقلعة عسكرية حصينة. هذا الموقع إلى الشرق من مدينة القدس ويبعد عنها 28 كيلومترا. إنه مقام للنبي موسى الذي وردت الإشارة إليه في حديث نبوي. ورد في السنة المطهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبره في ليلة الإسراء والمعراج وكشف له عنه، وقال: رأيت موسى يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، يعني عند تلة لونها أحمر، أخرجه البخاري، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج. هذه المباني بدأت بواكيرها في عهد السلطان الأيوبي صلاح الدين، وكانت جزءا من الثغور المتقدمة لحماية مدينة القدس، ثم اكتمل بناؤها في عهد السلطان المملوكي الظاهر ببرس عام 668 للهجرة. ولجذب الناس إليها تم تنظيم موسم سنوي ينطلق من المسجد الأقصى المبارك. ولا يعرف على وجه اليقين مدى صحة نسبة هذا الموقع إلى موسى عليه السلام، وما إذا كان قد وصل إلى هنا بالفعل. سيدنا موسى كان عاش في مع بني إسرائيل في التيه، ودفن ومات ودفن في أيضا في سيناء، لكن مكان غير معروف، وهم حتى في العهد القديم يقولون لا أحد يعرف قبره، فكل هذا كان في سيناء.
الدرس المهم هنا انه الزعامه حتى لو كانت زعامه نبي رسول عظيم من اولي العزم من الرسل، حتى هذا اذا ما كانش في شعب متضافر معه مناصره ما ينجزش، ما يعملش شيء، ما ينشئش حضاره. موسى عليه السلام لم يدخل الى فلسطين، انه مات على اطراف فلسطين، ودخل خادمه يعني قاد الجيش من بعده ودخل الى فلسطين. ومع ذلك فان كل شبر من ارض فلسطين يرتبط بتاريخ النبوة والانبياء، الا ان هذه النبوات لا علاقة لها بالقوم الذين يحتلون فلسطين اليوم، ولا يعطيهم الاسم الذي ينتسبون إليه أي حق في هذه الأرض. وهؤلاء عراق تترية مغولية تركية لا علاقة لها بالمنطقة العربية، و92% من يهود العالم اليوم هم من هؤلاء الخزر الذين لا حق لهم في فلسطين، لا دينا ولا عرقا ولا تاريخا ولا لغة ولا بأي وسيلة من وسائل. صراعنا اليوم مع بني إسرائيل، ولو انتهت قضية القدس والأقصى لانتهت كثير من مشاكل المسلمين وعاش الناس في سلام، لكن هو الصراع الدائم، وكأن منذ بداية البعثات النبوية إلى زمننا هذا والصراع مع بني إسرائيل والصراع مع اليهود. إذا فهم المسلمون ذلك أدركوا طبيعة العلاقات السياسية ربما، وهذا دور من أدوار الأنبياء السياسي، أنه يفهم الناس أخبار الأقوام الآخرين وعلاقتهم مع الأنبياء الآخرين. ليسوا فقط أقوام أو أنبياء يرسلوا يقول الناس اعبدوا الله ولا يعرفون واقعهم، بل كل نبي كان يعيش واقعه ويعرف أخبار هؤلاء الناس ويبينهم إلى أقوامهم حتى لا يمشوا أو يسايروا هؤلاء الناس. فبنوا إسرائيل إلى لحظتنا هذه وهم الطغاة والفجرة والمكرة الذين ينبغي أن نتنبه لهم وأن نحتاط من مكرهم وخداعهم، كما قتلوا سلسلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ضمن أكبر الدروس في يعني ثلث القرآن الحقيقة طبيعة الإجرام والمكر الموجود اليوم والفساد العريض الموجود اليوم. فلا نستغرب أن ثلث القرآن يتكلم عن دسائس الحياة ومكر الحياة وسياسات الحياة من خلال قصة موسى عليه الصلاة والسلام. علم الله أنه هذه الأمة أمة إسرائيل حتنافسنا على أرض الإسراء، هذه الأرض مسرى محمد ورث هذه الأرض، ورث النبوات والأنبياء جميعا، ورث الأمم جميعا. هؤلاء يريدون أن ينتزعوا من أمة محمد الأرض التي ورثها محمد من الأنبياء، وورثتها أمة محمد من بعد محمد من الأنبياء. نحن أولى بالأنبياء وبأرض الأنبياء. يا من له عنت الوجوه ومن لديه الفضل شامل. هذه هي أرض الأنبياء المباركة، أكد القرآن الكريم قدسيتها وأنها للعالمين المؤمنين بالله ممن يتبعون أنبياءه، لا من يدعون الانتساب إليهم زورا وبهتانا. إنها بيت المقدس وأكناف بيت المقدس بكل ما تمثله من معان ودلالات في عقيدة المسلمين وتاريخهم. يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل.